لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه مسألة شبه متفق عليها، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل لأنس ما صلاحها؟ قال أن تحمار أو تصفر، يعني النضج. بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع أو البسر يطلع أخضر، ثم بعد ذلك حسب النخل بعضها يصير حمر بعضها يصير أصفر، فقال حتى تحمر أو تصفر، أو تحمار أو تصفر، يعني لما تصير صفراء أو فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناتها إيش؟ بدأت تنضج، بدأ النضج فيها. صحيح أن ما تؤكل إلى الآن، لكن بدأ النضج، احمرت صفرت بدأ النضج، بدأ صلاحها، يعني يقولون سلمت من العاهات، سلمت من الآفات، خلاص ماشي سالك دربها أنها ستنضج إن شاء الله نضجا تاما. هذا بدو الصلاح، هذا بدو الصلاح. وكل ثمر بحسبه، كل ثمر بحسبه، يعني بعض الثمر بدو صلاحه باللون اللي هو كالنخيل مثلا، بعض الثمر يصير مموه، يصير فيه ماي مثل العنب، العنب لما يصير فيه ماي وكذا هذا بدو الصلاح، لما يصير مموه يصير فيه ماء. في بعض الثمر الحبوب إذا يبست، إذا كانت طرية لينة ما صلحت، إذا يبست ما تقدر ترعصها هذا معناها إيش؟ بدأ صلاحه، كالقمح والشعير وغيره. فكل بحسبه، كل بحسبه. شوفوا أنتم الآن مثلا الموز يقطف خضر، لكن يقولك هذا صلاحه، هذا صلاحه، بعد مدة هو خارج الشجرة. التمر لما تقطعه قبل أن تصير، قبل أن يكمل صلاحها تفسد. الموز لا، تقطفه قبل أن يمكن أكله، قبل صلاحه التام، لكن لا يفسد. فكل ثمرة بحسبها، ويعرف هذا أهل الخبرة أن هذه خلاص يعني سلكت دربها، خلاص ما راح تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الأصل أن أمورها سالكة، أن أمورها سالكة، فهذه يجوز بيعها. وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح. ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك الأصل، لغير مالك الأصل. الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح، هذا ظاهر الحديث، نهى أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا هو الأصل. المؤلف هنا استثنى أمرا، وأهل العلم استثنوا ثلاثة أحوال، استثنوا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل، أن يباع لمالك الأصل. كيف مالك الأصل؟ أنا اشتريت الثمر، اشتريت الثمر، مثل الآن شوفون واحد يشتري مزرعة مثلا، يشتري ثمرها إذا وقت الحصاد، طيب فبدأ الصلاح، لم يبدو الصلاح بعد، فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك، فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل، هذا مستثنى، لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره، لا يجوز أن يبيعها لغيره، لأن هذا هو صاحب الأصل، هو صاحب الثمر أصلا، النخيل أصلا. طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له، لأن هذا هو صاحب الأصل. والقول الثاني أنه لا يجوز لعموم الحديث، نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا الأول. الثاني أن يبيعها تبعا، أن تكون تبعا، يعني كيف؟ هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه، لكن يجوز بيع النخلة، فالرطب هنا يكون ماذا؟ تبع، يكون تبعا. وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا يجوز أن يباع كأصل، فإذا بيع كتبع فلا بأس، فهنا البيع للنخلة وليس للرطب، وإنما الرطب صار إيش؟ تابعا لها، مثل لما تبيع مثلا شاة حاملا، نعجة حامل، ناقة حامل، يجوز بيعها وهي حامل، لكن ما يجوز تبيع الحمل بروحه، لكن تبيعها هي وهي حامل، فالحمل يكون إيش؟ تبع. كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو
صلاحه، لكن يقول أنا مو بيع ثمرة، بيع النخلة كلها، فهذا تبع جاز. فبيعه تبعا جائز، لكن بيعه منفردا لا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجزه حالا الحين، يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه، قبل صلاحه. طيب، وقبل بدو صلاح واحد يجيك يقول بشتري منك العثق، عثق النخلة هذا، تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه. قال لا أقصه الحين أنا. هو ليش يمنعون قبل بدو صلاحه؟ لأنه قد لا يصلح، وبعدين تصير مشاكل بين الناس، يعني يمكن أن يشيص هذا الرطب اللي على النخل البسر هذا، ممكن يشيص يخرب يفسد، ثم يتخاصم الناس بعد ذلك، فيقول لا تبي تشتري تشتري بعد بدو الصلاح، معناها إيش؟ أموره طيبة وسينضج إن شاء الله تعالى على الأصل، فلا تشتري الآن، انتظر حتى يبدأ النضج. فهنا أذن بالبيع. لكن واحد جاء ويبي يشتري خضر، نقول له لا يجوز، ايش درك انه ينضج؟ قالوا من قال لك ان انا ابي ينضج؟ انا ما ابيه ينضج. قال كيف؟ قال حين بقطعه. حين تقطعه؟ اذا لماذا تشتريه؟ هذا لا يؤكل، لماذا تشتريه؟ قال انا ابيه للبهائم، انا اشتريه ايش؟ للبهائم، البهائم عندي تاكله. طيب، فهنا يجوز، هنا يجوز، لانه اذا قطعه الان، اذا اشتراه يريده هكذا، يريده هكذا، هنا ما في مجال للخصومه بينهم، لانه اشتراه وقطعه مباشره، فهذا جائز. اذا عندنا ايش؟ ثلاثه احوال للبيع قبل بدو الصلاح، اما ان يبيعه لصاحب الملك، لصاحب الاصل، على المذهب قولان، قول يجوز وقول لا يجوز، والاظهر انه لا يجوز لعموم الحديث. الحالة الثانية أن يبيعه تبعا لا أصلا، يعني تبعا للنخلة، فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا أصلا كالحمل. الحالة الثالثة أن يبيعه قبل بدو ويجزه مباشرة، فهنا جائز لأنه أراده هكذا، أراده هكذا، ولن تقع مشكلة في بدو الصلاح أو يعني استمرار الصلاح من عدمه، لأنه لا يريده صالحا، لأنه لا يريده الاستعمال الآدمي، وإنما يريده مثلا للبهائم أو غير ذلك. نعم، كذلك ولا بيع الزرع قبل، كما هو في النخيل أيضا في الحبوب، يعني لو اشترى مثلا القمح أو الشعير قبل أن يشتد الحب، قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب، هو لين يطلع في البداية تفقص يروح، لكن إذا يبس هذا بدو الصلاح، لكن بعده ما صلح صلاحا تاما، لكن بدأ يصلح. نفس الكلام، إن كان تبعا فجائز، إن كان لباع صاحب الأصل جائز على المذهب وعلى القول الثاني لا يجوز، وإن كان يجز الآن فكذلك جائز إن شاء الله تعالى. نعم.